الله الرحيم. أول شيء الحمد لله على كل شيء، مبروك للأردن والشعب الأردني تأهل لدور 16. بصراحة يعني احنا من أول مباراة لآخر مباراة احنا كنا ماسكين المباراة، هم كانوا يلعبون على المرتدات، يعني الطرف اليمين طرف اليسار عندهم ما شاء الله عليهم إسراع، فقدروا ياخذون هدف من هجمة مرتدة وهدف من كرة ثابتة. حاولنا احنا استحوذنا سيطرنا على المباراة، لكن النهاية ما كانت يعني ما كان في توصيل أو ما كان في، كانوا كثير يعني في تكتل داخل منطقة 16، ما قدرنا ناخذ فرص يعني حقيقيه يعني نقدر نسجل منها. عمر، انتم ابرز ثلاث مهاجمين يمكن على مستوى الشرق الاوسط ما شاء الله، مردك وانت وعمر خريبين، ولا هدف. موسى صنع لعب ماكو لكم. هو بالنهايه يعني توفيق من رب العالمين لاهداف، لكن سبحان الله يعني كل شيء مقدر ومكتوب. حاولنا يعني المباراتين حاولنا وصلنا، خاصه مباراه يعني فلسطين مباراه اليوم، يعني انا راضي عن المستوى اللي قدمه المنتخب، يعني حاولنا وصلنا سيطرنا استحوذنا. أكبر بس فرصتك ترى اللي كانت، بس الفرصة الوحيدة اللي أنت ما في، قلت لك ما في فرص حقيقية، يعني ما كنا نقدر نوصل الكرة الحقيقية أو الكرة اللي يقدر المهاجم يسجل منها هدف. الحمد لله الحمد لله. أستراليا إن شاء الله. الأمل الأخير. إن شاء الله يا رب، يعني الله كريم ما تعرف إيش مكتوب، يعني نعتذر من جماهيرنا وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله.